أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد شرحنا في الدرس الماضي منسك العمرة للمتمتع، لأن أكثر الحجاج اليوم يتمتعون، يعملون العمرة ثم يعملون الحج. واليوم حديثنا عن مناسك الحج، ومناسك الحج هي مناسك العمرة سواء بسواء. لا يزيد الحج في الأركان إلا الوقوف بعرفة فقط، أما الإحرام، الطواف، السعي، الحلق والتقصير موجودة في الحج. الحج يزيد ركنا عن العمرة، وهو ركن الوقوف بعرفة، ويزيد واجبات، وهو منها النزول بالمزدلفة بعد عرفة، ورمي جمرة العقبة في يوم العيد، والمبيت في منى ليلتين للمتعجل، وثلاث ليال للمتأخر، ورمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالنسبة للمتأخر. هذا ما يزيده الحج عن العمرة. إذن فأركان الحج خمسة: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، والحلق أو التقصير على رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذه أركان الحج. أما واجبات الإحرام، طبعا بالنسبة للذي يأتي من المدينة أو يأتي من أي جهة، الإحرام من الميقات، وهذا واجب في الحج وواجب في العمرة، فلا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام وإلا كان عليه دم. الإحرام من الميقات، والإحرام نفسه واجب أيضا من واجبات الحج كما هو واجب في العمرة. التجرد من المغيب والمحيط واجب في الحج وواجب في العمرة كذلك. والطواف ركن من أركان الحج والعمرة كما ذكرنا، والسعي كذلك. فهذه هي واجبات الحج. عند المالكية بس يزيدون طواف القدوم بالنسبة للذي يفرد بالحج أو يقرن بين الحج والعمرة. طواف القدوم
التي في إحرام العمر هي المحظورات التي في إحرام الحج. ولذلك نبدأ بالاستعداد للحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا أول ركن من أركان الحج. كما بدأنا بالإحرام بالنسبة للعمر، فهذا هو الميقات الزماني للحج. طبعا هو يبدأ من 1 شوال إلى يوم عرفة، ثم ينتهي الإحرام بعد ذلك، يعني الذي يأتي بعد فجر يوم العيد ترك الحج وفاته الحج، يكون قد فاته الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، ولو قبل الفجر بلحظة، ولو مقدار الله أكبر أو سبحان الله. يعني لو وضع رجله في أرض عرفة والفجر قال الله أكبر أدرك الحج. هذا هو يسمى الميقات الزماني. الميقات الزمني الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. يعني من أول ما يغيب آخر يوم من رمضان، آخر يوم أول ما يغيب يوم 30 تبدأ ليلة شوال، يبدأ الميقات الزماني للحج. ولذلك الذي يعمل عمر ليلة عيد الفطر هي واحد من ليلة 1 شوال ويظل في مكة حتى الحج يسمى متمتعا، متمتعا عليه هدي. لكن إذا عمل عمره ورجع إلى بلده أو ذهب إلى المدينة ومكث بها إلى الحج ثم جاء منها إلى الحج، جمهور العلماء على أنه لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني لم يبقى في مكة إلى الحج. هذه مسألة مهمة يعني ذكرها العلماء. بعض العلماء قال عليه حتى ولو رجع إلى أهله أو خرج المواقيت. بالنسبة للميقات المكاني للحج لأهل مكة والمقيمين فيها، ميقاتهم من مكة كما قال عليه الصلاة والسلام: وأهل مكة يهلون منها. يعني أهل مكة يهلون بالحج، والإهلال بالحج يعني رفع الصوت للتلبيه، يعني يقولون لبيك اللهم لبيك من مكة، يعني لازمهم الخروج إلى الميقات. ده بالنسبة لأهل مكة. وأنتم طبعاً في مكة تكونون من أهل مكة، الحال ينقص في مكة 10 أيام قبل الحج أو 15 يوماً، المهم أنه أصبح إيه؟ من أهل مكة، فلا يلزمه الخروج خارج مكة ولا يلزمه الذهاب إلى الإيه؟ إلى الميقات. أما الذي يأتي من أي مكان يبقى يحرم من ميقاته. المصري كما ذكرنا البارحة يحرم من المطار قبل إيه؟ قبل الميقات، حتى يعني يصل إلى جدة وهو إيه؟ حلال، وإلا كان عليه دم. ولذلك إحنا بنحرم من الإيه؟ من المطار، ده في العمرة. لكن في الحج موضع الإحرام من إيه؟ من مكة نفسها. ده نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ولا يلزم الذهاب الى الحرم كما يظن بعض الناس، ان الانسان يصلي ركعتين من الحرام في الحرم في المسجد الحرام، لا. فاهل مكه يهل من منزله من الفندق، ان ذهب الى الحرم صلى ركعتين هناك وقال لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم بحجة بها ونعمة،
لكن يجوز الإحرام من المنزل، يعني الفندق. وطبعا الاستعداد للإحرام كما ذكرنا البارحة هو الاستعداد لإحرام الحج، يعني ما فعلته في العمر تفعله في الحج، تقلل الأظافر طبعا، لأن الأظافر في أسبوعين أو 20 يوم تحتاج إلى تقليل، يقلل الأظافر. إذا احتاج إلى قطف الإبط أو حلق العانة أو الأشياء المأمور بها أو تهذيب الشال أو تسريح اللحية، كل هذا يعني مطلوب قبل الغسل، قبل غسل الإحرام للحج كما كان في غسل الإحرام للعمرة. ثم يغتسل غسلا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للإحرام كما يقول الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا لنا كيفية حجه، سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أنس بن مالك، كل هؤلاء الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا أنه كان يغتسل للإحرام، وهذا الغسل سنة. ويكون بالماء المطلق لا بالصابون، يعني هو غسل كغسل الجنابة أو كغسل الجمعة للرجال وللنساء حتى النفساء والحائض، يعني المرأة التي تلد مثلا في الحج تغتسل وتهل بالحج لكن لا تصلي ركعتي الإحرام، الحائض كذلك تغتسل للحج، تغتسل للإحرام بالحج، لأن هذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها حينما أتاها الحي فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل وتهل بالحج غير أن لا تطوف فعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف صلاة ولا تجوز الصلاة إلا للمتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. وكذلك السيدة أسماء بنت عميس ولدت في حجة الوداع محمد ابن أبي بكر الصديق، السيدة أسماء بنت عميس دي زوجة سيدنا أبي بكر الصديق، ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج وألا تطوف بالبيت حتى تتطهر. خلي بالك يعني بعض المشرفين على الحج وبعض الذين يفتون الناس بغير علم يقول مثلا الحائض والنفساء لا تهل بالحج، لما توصل مكة وتغتسلي وأنوي الحج، وعندي فتوى باطلة وخطأ ويبقى كده عليها ايه؟ عليها ذبح شاة، ليه؟ لأنها تجاوزت الميقات من غير إحرام، مع أن يجب عليها الإحرام. إذا فالغسل مشروع للرجال والنساء مطلقا حتى من عليها العذر، يعني من نزل عليها الدم أو ولدت، لكنها لا تصلي ركعتي الإحرام وإنما تغتسل وتنوي فقط، تقول اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبذلك تصير محرمة. والرجل كما ذكرنا البارحة بعد أن يغتسل، طبعا هو متجرد، يلبس الإزار والرداء، الإزار قلنا صفة الإزار ألا يكون به ساتر عورة،
معه ساتر العورة يشيل ساتر العورة، لا يجوز، وإن لبسه عليه فدية مع الإثم، عليه فدية مع الإثم. وبعض الشركات تأتي بفتوى، هذه فتوى خطأ لم يوافق عليها أحد من الأئمة الأربعة. نحن ذكرنا أن هذا يسمى التبان، ولم يقل به إلا السيد عائشة رضي الله عنها، ولم يوافقها أحد من الصحابة رضوان الله عنهم. هذا يعني لا يجوز. فاللي مشتري من صناوي أو مشتري من أي مكان إحرام فيه ساتر العورة يشيل ساتر ويلبس ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإزار فقط والرداء. وذكرنا البارحة قلنا معنى المخيط والمحيط اللي هو تجارة الإنسان، المخيط المحيط اللي هو مفصل على البدن أو على قدر البدن زي الشراب ده محيط بس، الطاقية مثلا دي محيطة بس، الطاقية بتاعة زمان ما كانش فيها خيار، دي ايه محيط، الجوانتي ده محيط، بعد كده ها الحذاء، الحذاء بيعتبر مخيط محيط، مخيط محيط. لكن مثلا الشلاشب الجلد دي يجوز ان الانسان يلبسها، ليه؟ لانه معظم القدم ظاهرة من قدام ومن ورا. احنا قلنا المخيط المحيط، المخيط المحيط يعني الخف مثلا او الجزمة بالرقبة ما تتلبس، ليه؟ لانها مخيطة ومحيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم ذكر ما لا يلبسه المحرم، لأن الذي يلبسه المحرم معروف الإزار، لكن قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف، الخف يعني، إلا ألا يجد العلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أسفل الكعبين هم الكعبين دول، يقطع الخف ويعمل زي البرغة كده، يعني يكعبه كده علشان العقل يبقى ظاهر. هذه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه ايوه يسمى ايه السبوه او البرغة، يعني فيه ناس تلبس اللي هو مفتوح من الخلف ومسدود بالكتاب، فهذا جائز لأن معظم الرجل مكشوفة. وبعض الناس كما ذكرنا امبارح يظن أن أي خياطة في الإحرام لا تجوز، قلنا لو الإحرام تمزق على ثلاث قطع وخيمناه يلبس، يعني لو الرداء ده قطع نصفين واحنا مخيطين يتلبس، وكذلك الإزار لو حصل فيه قطع نخيط، لأن المخيط هو المحيط، المخيط المحيط. وقلنا لو نسي مشاكيل الإحرام في الشنطة اللي راحت الشحن يبقى ممكن يحرم في ثوبين من غير لبس، يعني يلف ثوب إزار ويحط ثوب من فوق الرداء. واحد يقول لهم الخياطة دي الخياطة مش ملموس، مش ملموس. واحنا في الحج لما كان في الشتاء كنا بنقول للناس يعني علشان ما يبردش من بشكير الواحد ان ممكن العباية يحطها على كتافه ويتلفح بيها من غير ما يلبس الكمام، من غير ما يلبس الكمامة.
ده بدله مثلا في خياطه يبقى ما ينفعش يتحزن بيه، لا يتحزن بيه. الشنطه مثلا فيها خياطه ما يحطهاش في الكتف، لا يجوز ان يحطها في الكتف. الشنط المخيط مش تحت شنطه تكون ايه؟ بكباسين. لا ما يشترطش هذا. وقلنا انه الامام الشافعي قال يجوز عمل دكه للازار. دكه ويحط فيها حبل كده ويربط الازار علشان يبقى محكم، خاصه كبار السن بالذات حتى لا يسقط منهم الازار. ويجوز عمل جيب للنقود داخل الازار من الداخل، يخيطه ويحط فيه المهمات كلها. كل هذا جائز، لكن الناس يظنون ان هذه الاشياء مخيطه فلا تلبس. لا، هذا خطأ. المخيط المفصل على البدن، والعلماء نصوا على هذا الكلام. لكن المشكله في التطبيق، لما يجي يطبق المفتي احيانا ما بيعرفش يسقط المساله على النازله. يعني فهذه تحتاج إلى يعني بصيرة وإلى يعني فهم من الله تبارك وتعالى. فأهل العلم أهل المصائب رضي الله تعالى عنهم يعني نبهوا على هذه الأشياء، وحلوا مشاكل كثيرة جدا يعني الناس كانوا يشكون منها في أمور الحج بالذات. فبعد لبس الإزار والرداء قلنا لابد من الوضوء، لأن الغسل غسل الإحرام بالمظافة ده ما يرفعش الحدث، يعني ما ينفعش نصلي به. يبقى لابد أن يتوضأ ويصلي ركعتين في الفندق أو في المسجد الحرام، ويقول بعد السلام يستغفر الله تعالى ثلاثا، ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم بحج، أو اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم يسره لي وتقبله مني. المهم يكفي أن تقول اللهم إني نويت الحج، أو أطلقت تقول نويت الحج والعمرة. لا، أنت عملت عمرة، فلو قلت نويت الحج والعمرة أصبحت قارنا، يبقى قرنت بين الحج والعمرة، يبقى عليك هدي، يبقى عليك هدي تاني للقران. لا، يبقى خلي بالك من الكلام، لا تزيد. يعني في العمرة نويت العمرة، قلش العمرة والحج، أو نويت الحج فقط. هنا الكلمة أنت محاسب عليها. فرق بين يقول الحج والعمرة، العمرة فقط، الحج فقط. يعني كل يعني نوع له كلمة واحدة. التمتع يقول نويت العمرة، ويوم 8 يقول نويت الحج. القارن يقول نويت الحج والعمرة، علشان تحذر من الكلام. والمفرد يقول نويت الحج، يبقى مفرد بالحج، يبقى هيعمل عمرة بعد ايه؟ بعد العيد. ده المفرد بالحج اللي هو جاي من بلده بحج، بس هيبقى بالإحرام لغاية يوم العيد. فخلي بالك أحسن ايه؟ خصوصا الناس العوام عم يقول أي حاجة. لا، معلوش هدي، هيبقى 15 يوم بالإحرام، وهيعمل عمرة بعد ما ينزل من منى رابع يوم العيد أو يعني خمس يوم العيد. يبقى لا لا, لا هدي عليه. هو يكفيه طبعا تقيد بالإحرام ال 15 يوم. يكفيها حج الإنابة، بمعنى هو بالنسبة لحج الإنابة
الشافعي أيضا كما ذكر أبو حامد في الإحياء، إذا كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص فلا هدي على المتمتع. يعني يشترط في التمتع أن يكون عن شخص واحد، العمرة والحج أن يكون عن شخص واحد. لكن لو واحد يعني اعتمر عن نفسه وحج عن أبيه أو عن أمه أو عن جده أو عن جدته يبقى لا هدي عليه. ده في مذهب الإمام مالك والشافعي. خلي بالك عشان لو سألت في الحرم فالحنابلة والحنفية يقولون عليه هدي، عشان ما تقولش احنا سمعنا كلام في بن عدي وسمعنا كلام هنا مش عارفين ايه الصح. لا، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. علي كل حال حج الإنابة يعني كحجك أنت ذاتك، مفيش أي فروق إلا في الكلام بس. يعني تقول نويت الحج عن أبي، نويت الحج عن والدتي فقط، لكن كل شيء حتى طواف الوداع كل شيء عمل. نعم؟ هو حج متمتع بس لا هدي عليه. لا هو حج هو متمتع بس ايه، العمره عن شخص والحج عن شخص لا يقال مفرد. لا ما دام عمل عمره في اشهر الحج اسمه متمتع. طب انت العمره او ضبط العمره يزيد عن ضبط الحج؟ لا، هو حج عمل عمره عن نفسه. اسمع اللي انا بقوله هو ده الايه؟ لا بقول لك عليه، هو حاج يحج نيابة عن أبيه أو عن أمه. يعني الذي في مكة لا طواف قدوم عليه، معلش طواف قدوم ده ينوي الحج يوم 8 ويذهب إلى منى أو عرفة. فين طواف القدوم؟ طواف القدوم ده القادم من بلده اسمه طواف القدوم. لكن الذي هو من أهل مكة معندوش طواف قدوم، يعني هو ينوي الحج فقط، يذهب إلى منى للترويح أو يذهب إلى عرفة على حسب التفويج، فهو متمتع، متمتع، لكن لا هدي عليه. لماذا؟ لأنه اعتمر عن شخص أو عن نفسه وحج عن شخص، هذا الذي أسقط هدي التمتع، مش هو مفرد. الصبي؟ لا، الصبي لا. الصبي المتمتع؟ لا لا. لأن حج الصبي صحيح، ولكن يعني لا يعتد به كحجة الإسلام. عليه غيرها يعني. أيما صبي حج ثم بلغ الحنسة فعليه حجة الإسلام. الصبي يعني لا هدي عليه. لو عمل عمرة لنفسه لأنه هو ليس واجبا عليه، لو دخل مكة من غير إحرام لا هدي عليه. يعني هو إحرامه مندوب أصلا. إحرامه مستحب. لو نفس الشخص عمل له عمرة وحج بالإنابة عنه وعليها؟ أي طبعا. يعني لو اعتمر عن شخص وحج عنه فعليها. في النيابة. لو ناب عنه في الحج والعمرة عليه هدي. بعد نية الإحرام أصبحت محرما كما ذكرنا البارحة، أصبحت محرما بالحج، فما كان حلالا لك قبل الإحرام أصبح حراما عليك. وذكرنا أن التعطل من سنن الإحرام قبل النطق بالنية يستحب التعطل في البدن والرأس دون الثياب كما فعل صلى الله عليه وسلم. بعد الإحرام يحرم التعطل ويحرم الحلق ويحرم التقصير وتقليم الأظافر وتغطية الرأس وتغطية الوجه
ولبس المخيط أو المحيط، والمرأة يحرم عليها ستر الوجه وستر اليدين، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. كذلك في الحج نفس المحظورات هي، ويحرم عليه الصيد، ويحرم عليه قرع أشجار الحرم، ويحرم عليه النكاح والجماع والخطبة ومقدمات الجماع والرفس والفسوق والجدال، كل هذا من محرمات الإحرام أو محظورات الإحرام. طبعا بعض المحظورات فيها الدم أو فيها الفدية، وبعضها فيها التوبة والاستغفار، كالرفس والفسوق والجدال وعقد النكاح لو عقد أو خطب، دي طبعا لا فدية فيها، وإنما فيها التوبة والاستغفار. لكن لو قلم الرافر أو حلق أكثر من 3 شعرات عليه فدية، أو لبس مخيطا أو محيطا فعليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك كما قال القرآن. فمن تمتع بعمرة الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن لو فعل شيئا من غير عذر عليه الإثم والفدية. أما الذي يفعل شيئا مع العذر يبقى عليه الفدية فقط، كما شجع كعب بن عجرة من كسرة القمل في رأسه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يسبح شاة. هذا هو القصد في الفدية لعذر. لو فعل شيئا خطأ أو نسيانا، أحيانا الإنسان ينسى فيغطي رأسه مثلا بالبشكير واحد يحس أنت محرم فلان، يكشف نسيانا. فالنسيان والخطأ أو الجهل مجرد ما ينبه يتنبه هذا لا شيء عليه، عند الإمام الشافعي وأحمد، وهذا هو الأيسر، ويعني ويتوافق مع قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو واحد مثلا عقد واحد فكر مش محرم، فإيه أحيانا الناس جاهل كده يقول معاه فيعطل المحرم وغير المحرم، يبقى قاعد مثلا يروح عامل له عقد طبعا ده حرام عليه، هو يمسك شويه ميه طبعا ويغسل الايه؟ يغسل هذا العذر. هذه هي المحظورات الاحرام التي يجب اجتنابها في الحج وفي الايه؟ وفي العمره. واصحاب الاعذار كما ذكرنا البارحه، يعني لو واحد عنده سلس او عنده بواسير مثلا بترشح، فهيلبس حفاضه اللي هي البمبرز، فده عليه فديه، عليه فديه، يعني صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين، ويجوز اخراج القيمه على مذهب الامام ابي حنيفه. إن وزع الفدية هناك يبقى هيطلع 20 ريال لكل واحد، يبقى في 6 ب120 ريال. وإن أخرج الفدية بعد ما يرجع هنا يجوز له ذلك، يبقى فدية للعمرة وفدية للحج. والصيام يجوز هناك 3 أيام ويجوز هنا. يجوز هنا بعد ما يجي يعني؟ بعد ما يجي، نعم. بعد ما يرجع يبقى يصوم 3 أيام للعمر وصيام 3 أيام للحج، لأنه ارتكب يعني محظورا من محظورات الإحرام للعذر.
كذلك النهيب الشراب طبي، الشراب الطبي فيه الفدية. لكن اللي يلبس مثلا معصم في ايده برضه العلة او ركبة او الكاحل في الكعب ده لا شيء عليه، لان ده ياخذ حكم ايه؟ الجبيرة، ياخذ حكم الجبيرة لا شيء عليه، زي ما يكون واحد مجروح وهيربط الجرح بشاشة. الحزام الطبي جائز. ليه؟ لأن الحزام الطبي ليس على هيئة الشيء الملبوس، ليس على هيئة الملبوس، لكن الشراب الطبي شراب، اسمه شراب محيط. لكن الحزام الطبي يعني زي ما يكون واحد لافف نفسه بجبيرة. يعني زي الحزام بس عريض شوية. ولذلك العلماء نصوا على أنه لا شيء على من لبس الحزام الطبي أو الركبة الطبية، لأن الركبة زي الجبيرة، الركبة تاخذ حكم الجبيرة، يعني واحد مجروح ورابط جبيرة على الجرح، والكاحل نفس الكلام، والمعصم برضه اللي بيتلبس لأجل الرطوبة مثلا أو للكسرة أو أي شيء، برضه ده لا شيء فيه. هذا يتعلق بالإحرام. بالنسبة للاشتراط في الإحرام، واحد بيسأل بيقول يعني هل يجوز الاشتراط؟ الاشتراط لصاحب المرض اللي هو خايف الأحسن إيه؟ ما يكملش الحج أو ما يكملش العمرة. ليس لأي شيء، مش لأي شخص يعني. ليه؟ لأنه كما سبب في الصحيحين سيدة طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، يعني عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله إني أريد أن أحج وأنا شاكية، يعني أنا مريضة وهي خايفة الأحسن ما تكملش يعني. فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، يعني نويت الحج، ومحلي يعني إحلالي وتحللي من الحج حيث في المكان الذي تحبسني فيه، اللي هو إيه يسموه المحصن، اللي هو ممنوع يعني منع من الله أن يصل إلى مكة، المرض منعه أن يصل إلى مكة. الإنسان يمرض مثلا يدخل المستشفى للإنعاش ولا يقبل النقل لأي مكان حتى ولو إلى عرفة، يبقى في الحالة دي الشرط ده ينفعه، بمعنى إنه يتحلل، يعني يقص بعض الشعر من غير أن يكون عليه هدي، يبقى كده تحلل من غير هدي. لكن لو اذا لم يشترط واتحبس واتمنع من الوصول الى اتمام الحج، يبقى يتحلل وعليه هدي. هذه فائده الاشتراط، فائده الاشتراط التحلل من غير هدي. لكن ليست لكل كل الناس، وإنما هي للشاكي. وقال بذلك الإمام الشافعي وأحمد فقط. إحنا عندنا في المالكية والحنفية ما عندهمش الاشتراط هذا. قالوا الذي واقعت عين السيدة ضباعة ولا يقاس عليها. لكن الراجح قول الإمام الشافعي وأحمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية سنة 6 لما كان داخل يعمل عمرة وصدته قريش، أول شرط إنه ما فيش عمرة هذا العام، وقبل صلى الله عليه وسلم الشرط. ماذا صنع؟ قص شعره صلى الله عليه وسلم، أو حلق شعره، لم يقص صلى الله عليه وسلم، قص حلق شعره وذبح هديه ورجع إلى المدينة.
لأنه صد عن البيت. والقرآن قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم أي منعتم عن البيت أو عن إتمام النسك، لأن القرآن قال وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني منعتم عن الوصول إلى البيت فانحروا هديكم وتحللوا. تحللوا من الإحرام. التحلل يكون به بقص الشعر أو حلق الشعر، ويكون له الثواب من الله تبارك وتعالى، لأن من هم بحسنة ولم يفعلها كتبها الله عندهم حسنة كاملة. يعني يتحلل ويرجع وله ثواب الحج وله ثواب العمرة. لأن الله أولى بقبول العذر. هم العلماء قالوا يعني المشترط ما دام اشترط ينفعهم الشرط، ما دام اشترط ينفعهم الشرط. لكن الانسان يعني ما دام صحيح وعافاه الله يبقى يتوكل على الله، فلربما يعني ظن انه لن يصل للبيت فلن يصل. نقول لك عند ظن عبدي كان يظن لي مثلي، يعني لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سر الله العافية. ما يتمناش المرض يعني. نعم. ممكن يعني. لكن هما يعني الذي قال بالاشتراط قال فيه لأصحاب الأعذار. يعني هو الذي يخاف من اي امور اخرى بالنسبه للغريب بالذات، الذي يخاف من اي شيء من اي اشتباه انه ممكن يمنع من دخول مكه يشترط. هذا يعتبر عذر برضه من الاعذار، يعني معرفه تصريح مثلا. ايوه الذي يحج حجا داخليا من غير التصريح المفترض ان يقول هذا، المفترض أن يقولها، لأنه ربما منع عن البيت فينفعه الشرط، يبقى يتحلل من غير هدي. هذه ما يتعلق بالاشتراط في نية الإحرام. طبعا التلبيه لبيك اللهم لبيك قلنا إنها واجبة عند الإمام مالك و أبي حنيفة رضي الله تعالى، إلا أن الإمام أبا حنيفة أجاز مكان التلبية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني لو واحد مثلا ما عرفش يقول لبيك اللهم لبيك، فعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد نيتين، بعد نية الإحرام. بس يكفي أن يقول لبيك اللهم بحج، يكفيها، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأنه في بعض الناس لسانها ثقيل أو معقود، تحس أنه لا يستطيع التلبيه، يبقى ده إيه؟ نقول له قل على رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ودي أخذها الإمام أبو حنيفة من الحديث في البخاري الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة. واحد من الناس فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايز يقول إنه هذه الكلمات قامت مقام ركن في الصلاة وهي الفاتحة، فتقوم هنا مقام التلبية في الحج. هذا أمر ميسور. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأئمة رضي الله عنهم يعني تخيروا الأمور السهلة على كل مسلم، وما جعل عليكم في الدين من حرج.